طيب شباب، محاضرتنا عن الانفورميشن ريتريفال اليوم في ماده الاي اي. نعطيكم لمحه عن شو هو الانفورميشن ريتريفال، طبعا مقدمه لمده ساعه. كيف تشتري سيرش انجنز، يعني حصيروا تعرفوا كيف السيرش انجن بيشتغل من جوا الى حد كبير. طبعا هي مقدمه، ما بتخش في التفاصيل. المحاضره باخذها انا من كريس مانين من جامعه مانينج من جامعة ستانفورد. السلايد تبعته كمان موجودة على اليوتيوب، مصورها والزلمة فبتقدروا تشوفوها. بس أنا عندي تعديلات على السلايد، زائد إنه أنا بشرحها بطريقتي وتجربتي الخاصة. محاضرتي بتقدروا تشوفوها على اليوتيوب هون في هذا الموقع. بدنا نعطي الموتيفيشن عن شو بشكل عام الانفورميشن ريتريفال حتى نحميكم. بعدين حناخذ اللي هو نعمل اندكس او نعمل ماتريكس بنسميها تيرم دوكيومنت ماتريكس. بعدين حنشوف هاي بتمشي ولا ما بتمشي. حنتعلم شيء جديد اليوم اسمه شيء مهم، مع انها فكره بسيطه، اسمه الانفيرتد اندكس. شو يعني انفيرتد اندكس؟ حتتعلم الشغله. بعدين كيف نعمل، كيف السيرش انجن بيعمل كويري، وكيف بيعمل كويري لفريز. في فرق بين كلمه ولفريز. طيب شو هو الانفورميشن ريتريفال؟ بكل بساطه الانفورميشن ريتريفال شيء يعني هو تاسك، خلينا نقول، عشان نوجد فيها معلومات. هاي المعلومات عاده ما بتكون موجوده بايش، باي شكل، بشكل دوكيومنتس. يعني اعطيني كل الدوكيومنتس اللي دوكيومنت. شو طبيعتها؟ يعني لما نقول دوكيومنت نحكي على ان ستراكشر. شو يعني ان ستراكشر بالمناسبه؟ شو الفرق بين ستراكشر وان ستراكشر؟ يعني ما في نظام معين لانها لا جمل ما الها تركيبي. يعني هاي الجمله، هاي الجمله اللي قدامكم ما الها تركيبي، مش زي داتابيس. داتابيس ستراكشر داتا مثلا، وان ستراكشر نيتشر. هاي الدوكيومنت لما نرجع منها، يعني علم الانفورميشن ريتريفال وعلم والتاسك عشان نرجع دوكيومنتس طبيعتها ان ستراكشر. ها يوجوالي تكست، يعني ما نحكيش عن صوت ولا عن صوره ولا ذات ساتيسفايز ان انفورميشن نيد فروم ويذين لارج كولكشنز. لانه مثلا يعني باختصار اعطي عندي مثلا مليون دوكيومنت، اعطيني الدوكيومنت اللي بتحكي عن مثلا ايش تبحثوا، ايش استعملتوا جوجل اليوم انتم؟ في حد استعمل جوجل اليوم؟ اعطيني كل الدوكيومنت. مثلا بدك تكتب له جامعه بيرزا، اعطيني كل الدوكيومنت اللي وردت فيها جامعه بيرزا. انت لما تسال جوجل هيك بالضبط كل سؤال. طبعا هو هلا انه يرجع لك احد الدوكيومنت، هاي الصفحه بتاعت الجامعه. يعني احنا بنشوف الويب بيجز كدوكيومنت، كصفحه عاديه. او عندي بي دي اف فايلز، يعني لايش انا بستعمل السيرش، او ايميل بجوز يكون عندي. يعني مش بس الناس بروح مخهم عاده على وين؟ على الويب سيرش. والويب الدوكيومنت هون هي عباره عن ويب بيج. الدوكيومنت هون ايش هي؟ ايميل. الدوكيومنت هون ايش هي؟ فايل، اي فايل على جهازك. الدوكيومنت هون مثلا في عندي معلومات برضو لمؤسسي تلك مخزني، مثلا تسترجع اني دوكيومنت فيها كذا. ليجل انفورميشن ريتريفال، بتعرفوا المكتفي؟ في حد سمع عن المكتفي؟ المكتفي سيرش انجن عملته جامعة بيرزيت في معهد حقوق، في كل الدوكيومنتس القانونية في فلسطين. شو يعني الدوكيومنتس القانونية؟ كل القوانين، كل القوانين، نوع القوانين نفسه، مش مكتوبة على مصفوف نصوص. هاي يعني اذا بتروحوا عند محامي بتلقوا وراء مثلا مجلدات دوكيومنتس. فكل الدوكيومنتس القانونيه في فلسطين موجوده من زمن من اليوم ارجع للعثمانيين واذا في قبل. زائد كل مش انت في المحكمه اذا حدا تشك عليك، عملت شيء وحدا تشك عليك، في اوراق كثير في المحاكم، مزبوط؟ كل هاي الاوراق ديجيتايز مخزنه، معمولها تاجن مخزنه هاي الدوكيومنتس.
فبنسميها الليجل كيسز يعني القضايا. وفي دوكيومنتس مئات الالاف او ملايين الدوكيومنتس القانوني. وسيرش انجن في جامعه بيرزيت عملته اسمه المكتفي، اللي هو انت محامي مثلا تقول له جريمه شرف، بروح يرجع لك الدوكيومنتس اللي وردت فيها جريمه شرف، طبعا مرتبه حسب بجوز انت كمان ايش بدك. طيب هل هذا العلم مهم ولا مش مهم؟ على راي المؤلف يعني، مع انه ما فيش دوكيومنتيشن من وين هذه الاحصائيات او دقتها، حتى لو اخذنا انه هون الانستراكشر داتا الدوكيومنتس، هذا في نص التسعينات، وهي الاستراكشر داتا انه بيقول انه مثلا حجم في اول التسعينات تقريبا كان مثلا هيك حجم الداتا الانستراكشر، وهي الداتا الاستراكشر. وعلى فكره عدد الشركات او عدد الفلوس او الانفستمنتس اللي كانت في نص التسعينات عشان تحل مشاكل الانستراكشر بك صغير مقارنه مع الداتا بيس كومبانيز زي جوجل زي اوراكل وزي اس كيو ال مايكروسوفت. يعني حجم الانفستمنتس في الداتا ستراكشر داتا، هون مقارنه بين ستراكشر والانستراكشر داتا كان بالطريقه دي. بعدين او بالايام هاي تغيرت كميه الانستراكشر داتا زادت جدا، والانفستمنت فيها زاد جدا. يعني بس الصوره عشان تقول لنا انه هذا الموضوع ماله مهم مع كل تحفظي على دقه الاشياء الموجوده، يعني تحفظي شديد جدا يعني بتفكش معه. بس على اي حال فيش داعي، بدناش حدا يقنعنا انه هذا الموضوع السيرش انه مهم، عارفين انه مهم. طيب البيسك اسامبشنز في الانفورميشن، قال اذا انه عندنا كوليكشن، شيل كوليكشن مجموعه الدوكيومنتس، مجموعه من الدوكيومنتس. هلا في حدا بيجي يقول لي سيرش انجن بتعامل ايش مع انه اذا انك عاده السيرش انجن بتعامل ايش مع اذا ضفت دوكيومنت اليوم لازم ياخذها بعين الاعتبار. عاده سيرش انجن تعامل ستاتيك، طبعا في سيرش انجنز تعامل دايناميكلي، يعني هلا بورجيكم انه في يعني بدنا ناخذ بعين الاعتبار بعدين لما نحمل سيرش انجن، في بعد اللي هو الستاتيك والبعد الدايناميك. ايش يعني؟ مثلا جوجل بلف كل اسبوع بمرق على يعني بنسميه سبايدر او الكرولر، بلف على كل الويب بيجز بجيبها وبخزنها عنده. هلا اذا انت عدلت شيء بالويب بيج تبعتك تا يرجع جوجل المره الجايه ياخذ الدوكيومنت تبعتك يعملها ريبليس تا سير تا يبين. مش لحظه بس. هلا في بعض يعني مثلا اذا بدنا نعمل الايميل بزبطش، لازم طوالي كل ما نضيف ايميل نعدل على ياخذ بعين الاعتبار مثلا. ففي تو سيناريوز، احنا اليوم بنركز بس على لستة. طبعا الجول ريتريف دوكيومنتس وذ انفورميشن ذات از ريليفانت، احنا بنرجع الاشياء الريليفانت اللي مين بده اياها لليوزر اكوردنج تو ذا يوزر انفورميشن نيدز ذات اليوزر. انا عادة بس هاي هيك عشان اورجيكم انتم لما تقعدوا تعملوا سيرش شو بالضبط بتساوي. عندك انت تاسك، نفترض انه انت في فار في البيت بدك تقتلي او بدك تتخلص من الناس، تقتلي تخلص منهم، بس انت بدك تقتلي موت، فيش سميه بدك شيء تضربيه موت، بدك طريقه صديق. هذا اللي براسك، هاي المعلومه اللي براسك اللي انت لسه هيدن في راسك، بدك انت طريقه بدك تدوري على شيء اللي ايش اللي يمسكه. ف بتقولي بكرر يعني بالاخر انه انا بدي يعني get rid of mice in a politically correct way، يعني بدون ما اقتله مثلا. بدك information about removing mice without killing them. طيب هذا اللي انت بدك اياه. هلا انت بتجي تروح تحطي هاو تو تراب مايس الايف، يعني كيف امسكه مثلا. هلا شو اللي بصير؟ انت عندك تاسك
حطي عندك انفورميشن، بدك انفورميشن سوري، تعمل كويري. الكويري هاي باخذها سيرش انجن، بروح بدور في الدوكيومنتس، بدور في الدوكيومنتس وبرجع الريزلتس. وقد انه سيرش انجن يعمل بعض الفلترينج لبعض الاشياء هاي، مش هيك بصير لك؟ هلا هون في مشكلتين. اول مشكله بنسميها misconception، انه انت بدك تكتلي الفار سوري بدك تتخلص من الفار بدون ما تكتلي، بينما بناء عليه بصير تقولي removing mice without killing. هاي مش شيء بدك فيها، مش انت بتفكر. هلا من هون تروح تقولي how to trap mice. طيب ليه ما كتبتي بدل ما كتبتي هاي الجملة؟ ليه ما كتبتي إشي ثاني؟ تقدر تكتبي how to get rid of a mouse without killing them. يعني مع آخر لما تيجي تعمل query إنك أنت اللي بتكتبه لسيرش إنجن. بيأثر على نتيجة الرزق. طبعاً بيأثر. مرات تكيش الرزق، فبترجعي بتصيري تعدلي على الكويري تبعتك حتى. فمرات بنضل نحاول حتى نلاقي الريزلت المطلوبه اللي احنا بدنا اياها. مش هذا بصير معكم؟ ففي مشكله يعني مرات كونسبشن يمكن قصدك شيء وما او سوري مش قصدك شيء، يعني تكون قصدك شيء بس تبكي مفكر بشيء ثاني. وهون حتى لو فكرت صح الفورميوليشن تبع الكويري مرات مش هو اللي بيكون انت بدك. طيب شو انا نيجي نرجع لك السيرش انجن، رجع لنا ريزلتس. هاو جود ذيس ريزلتس؟ شو يعني هاو جود؟ شو يعني هاو جود؟ يعني وين انت بتحب سيرش انجن اكثر من سيرش انجن؟ من الصح. الصح كيف نقيس بهذا السلايد؟ نتعلم اليوم كيف نقيس شو هو الصح، او اذا انت اذا احنا سوينا سيرش انجن كيف نعرف انه الجوجل، انه كيف نقارن السيرش انجن تبعنا بغيره؟ نقول والله السيرش انجن تبعنا افضل من سيرش انجن ثاني. في معيارين للكيس. اول معيار اللي هو بنسميه بريسيشن، والمعيار الثاني بنسميه ريكول. شو يعني بريسيشن؟ يعني بنقول قديش السيرش انجن تبع قديش البريسيشن بالريزلتس اللي رجعت. شو يعني؟ It's a fraction، نسبة الدوكيومنتس اللي رجعت اللي نسبة الدوكيومنتس اللي رجعت اللي هي ريليفانت للنيز تبعتنا. هاي كيف بنقيسها؟ لأنه دير بالك لما نعمل سيرش شو اللي بصير معانا؟ هاي الكوليكشن في اشي ريليفانت بالاخضر وفي اشي ايرليفانت بالاحمر، صح؟ الداتا اللي رجعت شو هي؟ مخلوطه. الداتا اللي رجعت مش كل، يعني هاي الداتا اللي رجعت مش كل اللي رجع هو ريليفانت. شو يعني؟ في اشي احمر رجع مع الريزلتس. ايش يعني؟ يعني في اشي ايرليفانت رجع مع الريزلتس. مش بس هيك، في كمان اشي ثاني، في اشي ريليفانت وما رجعش، في اشي ريليفانت وما رجعش. ايش يعني؟ كيف نقيس؟ شو البريسيشن اذا؟ يعني كلكم تخيلوا كالتالي، تخيلوا انه احنا عندنا 1000 دوكيمنت، الكوليكشن تبعتنا 1000 دوكيمنت، عملت انا سيرش رجع لي 20، رجع لي 20. هلا من نروح نعمل مانيوال تشيك، نعمل مانيوال تشيك نقول نمي بالضبط اللي لازم رجع. كان لازم يرجع 21. طبعا رجع لي 20.
بس مو في من اللي رجعوا مثلا نفترض انه في أربعة irrelevant معناته خمسة ناقصين كان لازم ارجع. هلا انو اللي بيعبر عن شو هون في هاي المقاييس المعايير البريسيشن والريكورد بالرغم هاي البيسكس الاساسيه للانفورميشن ريتريفر ضروري نتعلم. اول شيء البريسيشن شو هم الريليفانت دوكيومنتس مثلا قديش كنا الريليفانت دوكيومنتس 21 تقاطع الدوكيومنتس اللي رجعوا لا تقاطع كل الدوكيومنتس اللي رجعوا 16 قديش التقاطع كمان مره نفترض نحط ارقام منيح رجعنا عندنا كوليكشن فيها 1000 دوكيومنت بس مش مهم عملنا كويري رجع لنا قد ايه 20 بس هو كان لازم قديش يرجع 21 هلا نفترض لا نفترض ان سوينا مانيوالي مانيوال ها كان لازم يرجع 21 رجعنا 20 هذه البالك مش معناته احنا نسينا واحد لا هو رجع اشي مش ريليفانت في داخل ال 20 هلا الريليفانت دوكيومنتس قديش كنا 21 من جمله 21 طيب نعمل تقاطع مع اللي دي رجعوا كذا بيطلعوا 20 16 اللي رجعوا 20 صح هم تقاطع تقاطع في ريليفنت فيهم ما هو فيهم ريليفنت ماشي ما ريليفنت 16 برجع 16 على كديش رجع 21 رجع 20 معناته كديش البريزيشن هون 16 على 20 هاي هي البريزيشن 18 صح؟ طيب شوف شو الريكول الريكول اللي هو نسبة الريليفنت دوكيومنتس اللي رجعت كديش نسبة الـ relevant documents اللي رجعت اللي هم relevant documents تقاطع retrieve all the documents 16 على الـ relevant documents اللي هم 21 كديش بتطلع 16 على وهنا 16 على 20 16 على 20 هون 16 على 20 هون 16 على 21 كمان مرة هلا عشان اقيس البريسيشن قديش رجع لنا يا ماني 20 رجع لنا 20 20 دكتور نعمل الانترسكشن مع سوري الريليفانت 21 اللي لازم يرجع 21 قديش رجع 20 بس التقاطع تبعهم 16 ليش لانه في اربعه من العشرين اللي رجعناهم هذول irrelevant طيب كذا يطلع الجواب 16 على قديش رجعنا 20 بيطلع 16 10 هناك على اللي لازم هلا هون قديش الريليفنت دوكيومنتس اللي رجعت 16 الريليفنت دوكيومنتس اللي رجعت لازم ترجع واحد اي سوري لازم بشكل عام بشكل عام قديش كل الريليفنت دوكيومنتس لا لا الريليفنت دوكيومنتس 21 احنا بنعرف احنا رحنا مانيوالي وعمال فحصنا لقينا قديش لازم يرجع نفس الاولى قديش 21 تقاطع اللي رجعوا 16 تقاطع ايش 16 نفس المعادله البوكس 16 تقسيم. 21 تقسيم تقسيم 21 لا 21 يقول 20 هاي الريليفنت هاي الريتريف طيب 21 مش نفس هذيك نفسها بس اللي تحت بس اللي تحت بس هاي الريليفنت قد ايش 21 اذا 16 على 21 شو يعني 16 على 20 و16 على 21 يعني أقل يعني الريليفنت سوري الدوكيومنتس اللي رجعن صح على نسبة الريليفنت دوكيومنتس اللي رجعت على نسبة الصح من الكل هيك ها أول واحد اللي بريزيشن على نسبة اللي رجع على نسبة اللي رجع يعني قديش صح من اللي رجع كأنه قديش صح من اللي رجع من اللي رجعن كلهم
وهاي قديش صح من اللي رجعن؟ لا مش من اللي رجعن، من الهند موجودات. من الهند صح. قديش نسبة الصح اللي رجع لي من الأصل؟ من الأصل. وصلت منك. كمان مرة نلخص. هاي قديش نسبة اللي رجع؟ قديش نسبة الصح اللي رجع؟ الصح اللي رجع من مجموع كل اللي رجع. قديش نسبة الصح اللي رجع من مجموع كل اللي رجع؟ وهو قديش نسبة الصح اللي رجع؟ قديش نسبة الصح من اللي رجع من الصح ككل؟ الصح ككل. على فكرة كل ما زاد بريسيشن بكل ريكول والعكس صحيح بالمناسبة. هم عكس بعض. شو مصطلح الريكول يعني؟ بالعربي؟ كنت حابب واحد زمان اسمع. لا ما هي هذيك كنت لازم احضر واقول لكم شو ترجمة هذول. طيب هاي يمكن الفكرة. خلينا ذكروني في المحاضرة القادمة. بكون محضر حالي احسن. هلا هاي صورة من الويكيبيديا. يعني انه باختصار هاي كل الصح وهاي كل الغلط في الكوليكشن. لما عملت كويري رجعن هذول. هلا هذول هذول هاي نتيجة الكويري. كل مش كل شيء صح رجع. يعني مش كل هي بالاصل لازم كلها اخبار. رجعت اشياء غلط. طيب هذول بناء على هذا الكلام بنقيم اي سيرش انجن. هذول المعيارين اللي بريسيشن وريكول هذول هم اللي بنقيم عليهم ايش؟ بنقيم عليهم السيرش انجن. اني اهم؟ فيش اني اهم، الثنتين مهمه. تقدرش تخليهم واحد واحد، تقدرش. ف بعرف شو الكم شو البيست كومبرومايز مرات حسب الابلكيشن. anyway بالمناسبه انا هذا الكلام بشكل عام، هذا الكلام العلمي، انا بس بدي اقول لكم اياه انه هاي المجرز مش دائما بتفيد. ليش انا حطيت شو معناه اكتب لجوجل جامعه بير زين؟ شو بدك يعني قصدي اقول هذول حالهم كفوش. شو اكتب لجوجل اقول له اعطيني جامعه بير زين؟ مش يعني معناته اعطيني كل الدوكيومنتس اللي وردت فيها كل جامعه بير زين. وهذا الكلام وين وكدش دوكيومنت ورد بعشرات الاف الدوكيومنتس وردت كلمه جامعه بير زين. ما استفدتش انك ترجع 20,000 دوكيومنت ولا 10,000 دوكيومنت، انا ما استفدتش كثير. بالتالي تيجي أهمية إيش؟ الرانكينج. تيجي أهمية الرانكينج. وبالتالي مرات اللي بدي أقوله لما بيكون عندنا بحر أو طوفان من الدوكيومنتس البريسيشن والريكول ما بكفوش حال. بس في سيرش انجنز الصغار العاديات والميدل سايز قد يكون إنه هذول هم الأساسيات. طبعا بالإضافة. طيب متفيتد هلا على السيرش شو سيرش؟ طب كيف نصير عملية السيرش من جوا؟ نيجي ناخذ مثال. في عندنا مثلا إذا أنتم عندكم اطلاع على مؤلفات شكسبير ها؟ افترضوا إنها هي الكوليكشن، هي الكوليكشن. وعندي أنا بدي أدور أعطيني كل الدوكيومنتس اللي وردت فيها كلمة بطرس وقيصر أند أند قيصر بطنط كالابرونيا ها؟ كيف بدي ادور عليهم؟ شو اساوي؟ شو هلا انتوا عمليا بتقولوا؟ بتروح بس تمشي على كل على عليهم كل دوكيومنت دوكيومنت. واذا اذا بتدور على على الكلمات اذا الكل اذا اذا وردت في هاي الدوكيومنت هذول الكلمتين وما وردتش هون ترجع مزبوط؟ بس هذا طريقه السيرش الجوريثم هذا غبي. تخيل لو جوجل تكتب له هيك وبده يروح يدور على مليارات البيجز بينفع؟ ما بينفعش لانه اتس تو سلو. وبعدين عشان تقول النط عشان تحدد النط ها يعني شيء كومبلكس عشان تمثل النط الان اسهل ها نحلل واحد واحد ممكن
ايش نحط لهم نقطه صغيره نعطيهم الاند خلص الولاد احنا بنطور نكتب اشياء بدنا اياها مش شيء ممكن نرجعنا كثير لا 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 انت بتعرفوش انه على جوجل تقدر تكتب هيك ماشي بس انت كذا اند كذا اور كذا اور اند نوت تقدر تحط اكواس ما لازم نجربوها هذا ما بينفعش الحل اذا بدي اسوي هيك يعني اني باجي بنعمل ماتريكس بسميها تيرم دوكي ماتريكس شو فيها هاي الدوكيمنت بقول هاي المؤلفات هاي الدوكيمنت بعدين باجي بعمل ليستا من كل الكلمات اللي وردت في كل الدوكيمنت بعمل ماتريكس بقول هاي في هاي القصة والرواية وردت كلمة أنطوني وردت برضو وردت في هاي الدوكيمنت ما وردتش في هاي الدوكيمنت ما وردتش في هاي ما وردتش في هاي وردت في كلمة كلمة إذا وردت أو ما وردت إذا وردت أحط واحد إذا ما وردت إيش أحط صفر طب شو طلع هلا شو بدي اسوي؟ هاي بديها قبل بعدين بس بصير يبحث في التابل بيرجعش لكل هلا انا برجعش على الداتا شو بسوي؟ بجي تو انسر ذا كويري بناخذ فيكتور ها؟ بنروح على بطرس وين بطرس؟ ثاني واحد بطرس وين بتكون واحد؟ طلع شو بسوي؟ شو هاي؟ كل ال واحد واحد صفر واحد صفر صفر صح؟ قيصر وين قيصر هاي واحد واحد صفر واحد 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 وين بيكون نتج الأند واحد؟ طب النط بوخر لا شو اسم هاي تبريد هاي كال 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 البورن اعكسهم نط بعكسهم بطلع هاي بقول واحد صفر واحد 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 عملي أنت بينهم شو بطلع الجواب الأولى والثالثة هلا بطلع عليها من هون بالنتيجة بطلع عليها من هون مزبوط ها بطلع عليها من هون أنا مي دوكيومنت اللي إلهم كيف هذا الحل كيف تطلعهم أستاذ هلا اشتراط عندي لما بعمل اند هون بس على التيبل شو الرقم هلا بطلع عليها من هون وين هلا اني دوكيومنت اللي فيها 1 0 0 1 0 0 لا اني دوكيومنت اللي رقمها 1 يعني هي 1 2 3 4 5 6 طلع في عندك 6 خانات هناك مين الخانات هون سوري طلع انا على اني الدوكيمنت اللي بطلع صفر بطلع صفر اللي هي الاولى 1 1 0 1 0 0 وكمان لا لا استاذ طربشتوني لا ها ها بدكش الداتا اللي تحت ما بتلزمك الداتا بس بتلزمك اسماء الروايات اسماء الروايات كيف طولها ماشي هلا طلع هناك على السترينج اللي طلع معك واحد اللي هي اول روايه صفر صفر واحد صفر صفر انا شو بلزمني الروايات اللي تعلمت في واحد يعني اللي كان ما هذا اللي بقوله هلا بطلع واحد صفر صفر واحد فبطول اول روايه والرابعه سوري واحد مضحك طيب بيطلع عندي مثلا هذا الروايتين هاي وردت فيها هذول الكلمتين وردت فيها هذول الكلمتين طيب طلع بالله هذا الحل شو مشكلته خير عندي 1,000,000 دوكيومنت كل دوكيومنت يا مثلا 1,000 كلمه يعني مليون ألف مليون مليون تخيلي له كل كلمة حجمها 6 بايت كديش بيطلع عندي حجم الدوكيومنتس كلهم يعني 6 كلمة يعني أنا عندي 1,000,000 دوكيومنت أنا بحكي على حجم الدوكيومنت هلا بس أورجيكم كديش يعني لو عندي 1,000,000 دوكيومنت كل واحدة معدل فيها 1,000 كلمة نعرف انه الكلمة معدل مثلا 6 بايتس معدل 6 حروف بيطلع عندي يعني الدوكيومنت حجمهم 6 جيجا
هلا افترض انه ما هو مش كل يعني مش كل الكلمات تتكرر مزبوط، نفترض انه فيهم 500,000 كلمه مالها ديستن يونيكا، معناته قديش حجم الماتريكس؟ مليون دوكيومنت هيك روها مليون وطولها لسه قد ايه؟ 500,000 يعني هاف تريليون زيرو زوارز، يعني هاي ضرب هاي هذا حجم المترس كله ها؟ but it has no more than 1 billion. 1 billion ايش؟ ones. مستحيل يبقى اكثر عندي قديش ones؟ اوكي مش هيك السؤال. الماتريكس كده حجمها قلنا مليون في 500,000 كديش وان فيها بالمناسبة بالكثير كديش كديش كلها كلها لا مليون لا 500 لا مليار كلمة ليش مليار كلمة طيب مليار لا عندي مليار سوري مليار وان لأن عندي مليار كلمة لا لا 500,000 ضرب مليون خمسة مليار رقم هو استاذ تكرر كل الكلمات صفة عندك مش 500,000 صفة عندك 1000 كلمة بس صفة معناها 1000 مليون كلمة يعني 1000 كلمة يعني بما انه كل الـ كل الروز وانز معناها الكلمة تكررت في كل الدوكيومنت لما يكون الدوكيومنت فيه 1000 تكررت فيه كل الكلمات معناها كم الكلمة فيه؟ كم؟ 1000 ايش؟ 1000 كلمة. احنا بنقول فيها احنا بنقول كل دوكيومنت فيها 1000 كلمة. لما يكون كل دوكيومنت فيه 1000 كلمة ولما يكون كل الروز وانز شو معنات هذا الشيء؟ انه هذول 1000 كلمة تكررت في كل الدوكيومنت. نعم. صح؟ نعم. معناها مجموع الكلمات كله قديش؟ 1000 بس. مش 500,000. انت اعتبرت انه عندك 1000 كلمة. في 500 ديستينكت ايوه هلا مش مهم انه في ديستينكت المهم انه مش بدي احط انا وانز في كلب الماتريكس هلا قديش وانز بحط بس في عندك 1000 دوكيومنت في عندي مليون دوكيومنت اه والدوكيومنت في 1000 كلمه اه كل كلمه والدوكيومنت في 1000 كلمه فبيطلع مليون فبيطلع مليون كلمه يعني مليون وان في الماتريكس يعني ماكسيمم اللي بقول لكم اياه الماتريكس فيها اكثر من هيك الماتريكس فيها مليون ضرب 500 ضرب 500 كده بيطلع عن ضرب 500,000 يعني ضرب 500,000 1 5 9 يعني رقم ضخم هذول زيرو زوانز السيلز هاي عدد السيلز هاي كله زيرو زوانز اللي بدي اقوله انه ماكسيمم عدد الوانز كده 1 بليون طيب anyway اللي هو اللي قصدي اقوله انه بما انهم ماكسيمم 1 بليون تطلع الماتريكس سبارس على كثير ليش يعني يعني عدد الوانز فيها قليل صح يعني هي قديش خانه خمسمية تريليون ماكسيمم قديش وان عندي تريليون والباقي اصفر وبالتالي يعني يدوب تلكي واحد يعني بمعنى اخر سو شو بتقترحوا انه بس نخزن الوانز طيب وهذا هو اللي بنسميه الانفيرتد اندكس بس مش بالوانز هلا بنشوف كيف شو يعني الانفيرتد اندكس يعني بمعنى اخر الطريقه اللي شرحت لكم اياها ايش ما تمشيش طبعا ناخذ الانفيرتد اندكس بقول كده لكل تير باخذ الكوليكشن بجمع التيرمز كل تير وي ستور ذا ليست اوف دوكيومنتس ذات كونتين يعني باخذ بطرس واعمل لينك ليست بحط فيه واحد دوكيومنت واحد واثنين ثلاثة 11 باخذ قيصر بحط فيه دوكيومنتس اللي وردت فيها ها؟ هلا يعني هذا هو اللي بنسميه الانفيرتد اندكس هلا شوف
What happened if the word كيسر is added to document 14؟ ندخل 14 على اللينك ليست. هلا بدنا ننتبه انه هذول مرتبات ترتيب حسب رقم الدوكيومنت. انتبهوا هلا بنعرف ليه ليتر بنعرف ليش. هلا شو اللي بسوي انا؟ او سوري خلينا اقول لكم شو يعني. هاي بنسميها بوست، كل سيل من هذول بنسميه بوست. ليه؟ هاي بس للمسمى. ها؟ فهاي بنقول البوستنجز تبعت الكلمه. البوستنجز تبعت الكلمه. هلا هاي شو بنسميه؟ ديكشنري. ها؟ مرتب، بنرتب هذول ترتيب ابجدي، بنرتب هذول ترتيب تصاعدي او تنازلي، بس يعني لازم نكررها. هلا بنشوف. اذا اول شيء عشان ابني الانفيرتد اندكس، ناخذ عنه شوي شغلات بعدك، بس عشان انا ابني باخذ الدوكيومنتس، شوف الكلمات اللي فيها كلها، بفصل يعني باخذ المليون دوكيومنت اللي عندي، باخذهم دوكيومنت دوكيومنت، باخذ من كل دوكيومنت كلمه، بفصل الكلمات. هذا اللي بنسميه، اللي بفصل شو بنسميه مسك الكلمات، توكنايزر، بيعملها توكن 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 توكن. ليه؟ بعدين شو بنساوي؟ اذا بكين كلهم تكست سوري كلمات منفصلة. بعدين من في عنا اشي بنساوي ستيمينج. ستيم يعني عارفين شو ستيم؟ اللي هو الارجاع للجذر. اشتقاق باللغة العربية. هلا هذا لينجويستيك مود. بدل ما نحزن فريندز حط فريند. رومانز رومان. بوكينج بوك. بوكينج بوك. لا منه مان هذيك. كنتري مان وكنتري مان. يعني على اي حال هلا بنحكي عنها يعني شوي. على اي حال او اللي انا حسويه يعني هاي برجع لي انا كمصمم تاع السيرش انجن لحد قديش ارجع، لاني اذا رجعت كثير قد ياثر على الريزلتس شوي. بعد ما اسويهم ببني الاندكسر، شو بنساوي؟ باخذ باخذ الكلمات وبشوف انه الدوكيومنتس موجوده. هذا اللي بنسميه الانفيرتد اندكس. طيب التوكنايزيشن، التوكنايزيشن كنا بعد مثلا في عندنا مثلا مشكله جونز. ذي ستيت اوف ذا ارت اعتبرها كلمه واحده ولا كلمتين؟ هلا هذا برجع لمين؟ للتوكنايزر. يعني احنا بدنا نكرر. ليه؟ في عملية نورماليزيشن ممكن اسويها في هاي المرحلة، انه مثلا ال يو اس يو دوت اس دوت اي مثلا اعملها يو اس اي، او اذا وردت يو اس اي بنات النقط يو اس اي بدون النقط احطهم واحدة. يعني بمعنى اخر بشوف الانماط بالكلام اللي انا شو اللي بدي اعتبره كلمة والشو اللي بدي اعتبره لا بقول هذول كلمتين. ها؟ هلا ستيمينج جاي مثلا اوثورايز واوثورايزيشن، مضطر اكيد شغليات شغلات يعني اعمل لها ستيم تبعها ارجعهم عشان يصيرن كلهم بشكل واحد. يا بحذف هاي وهذول يا بحذف، طبعا بكون عارف ان هذول كلمتين لهم علاقه ببعض. ستيمر احنا ما بناخذش عنه في هذه الماده، بس ستيمرز يعني انه بتعطي الكلمه وبرجع لك الجذر تبعها. هلا في عندي ويردز بنسميهم ستوب ويردز، ذا تو اوف ذير فور ذس بتوين اوفر، هذول بنسميهم ايش؟ شو يعني ستوب ويردز؟ يعني ذي ار تو كومون. يعني اقول لك اياها روح اعملي نص، هذول هم عاده بكونوا الأكل شيوعهم كثير كثير بدون ما يؤدوا للمعنى، عادة الناس ما بتدور عليهم. عشان هيك ما بنحطهم، هلا بنحطهم أو ما بنحطهم برضه هذا برجع لنا بالمناسبة. بالتالي بالمناسبة لسه في كمان في سيرش انجن متخصصة، لو أخذنا سيرش انجن متخصص في الرياضة
كلمة مباراة بتصير قد تكون أو بول أو بلاير، هاي بصير سيرش إنجن. ليه؟ سوري، بصير سوبوير. ليه؟ لأنه يعني شو سوبوير؟ يعني تو كومن ويردز عادة الناس ما بتدور عليهم. ها؟ تو فريكوينت، لأنه هذول إذا حليناهم بيضللوا عملية السيرش. بغض ويردز هم المفروض يكونوا أقل. هاي اللينك هذول مش فيكس، كل دومين وكل سيرش إنجن عمليا بده سوبوير سبعته. طيب هاي ناخذ مثالين، هاي جملتين. مثال بنينا، شو هاي هنا؟ اخذ كلمه وحط اي ديد بلا بلا بلا، وين وردت كل هاي؟ حطينا الكلمات وحطينا في اي دوكيمنت وردت. ليه؟ سهلين جدا. طيب بس هذا الكلام ما بكفيش، لازم ناخذ الكلمات ونرتبهم. كيف انا ارتبهم؟ بنرتبهم ترتيب ابجدي هون وحط برضه في اي دوكيمنت، وطبعا هذه اي دوكيمنت برضه بس ترتيب ابجدي. يعني مثلا مثلا اي وردت في في واحد وفي واحد، اي وردت في واحد وفي واحد، او اي هاي الثانيه وردت في واحد وإت وردت في اثنين. هلا في بعض الكلمات مثلا ذا وين وردت؟ في واحد وفي اثنين، في واحد وفي اثنين. انتبهوا، يعني بمعنى اخر برتب ترتيب ابجد لهذول ثم ترتيب يعني ترتيب، مش بنرتب الجدول حسب ترتيب كذا وبعدين ترتيب كذا، هيك برتب. بعدين ببني الاندكس تبعي، بقول ايش هاي؟ هاي قديش مرة ورا؟ سوري هاي الدوكيمنت اي دي، سوري من هون بحول لهون، بصير عندي الدكشنري قديش مرة وردت من هاي، بقدر احسب زي اي واي، وين اي؟ هاي اي مثلا مرتين، اجت مرتين، اكمل مرة وردت وفي كل مرة وين وردت؟ هلا هاي اكمل مرة وردت، ها اكمل مره وردت وهنا دوكيمنت. هلا هون ببلش اعمل لينك ليست اللي هي البوستنجز او البوستنج ليست، ببلش دائما من 1 2 3 تصاعديا او تنازليا، بس الديفولت مثلا نبلش تصاعد. تقدروا تسووها سوا تيكم تكست، تقدروا تعملوا انفيرتد اندكس. ها هاي هذا داتا ستراكشر ولا في شيء. هلا بالمناسبة أخذنه على الديسك ولا أخذنه في الذاكرة؟ الاندكس تبعي نحطه بالديسك. على فكرة سؤال، عندي دوكيومنت أحط بفر، في عندي أول شيء شو اللي بخزن؟ عدد الكلمات اليونيك. نعم، عندك عندنا قبل شوي مليون دوكيمنت، كل دوكيمنت فيها 1000 كلمة، 500,000 يونيك. هون شو بصير؟ 500,000 كلمة، كل كلمة 6 بايت، 5 ب 6 يعني 500 كلمة. 30 ايش؟ 30,000. 500,000 كلمة، 500,000 كلمة ضرب 6 بايت 30,000 بايت، 300,000 بايت، 300,000 بايت، 300,000 بايت. 500 يعني 3 وجمع 6 اصفار، مليون. 500 500 3 مليون. لا 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 لا، نص مليون كلمة، نص مليون كلمة ضرب 6 بايت 3 مليون بايت، يعني 3 ميجا. يعني هذول قد ايه حجمها؟ 3 ميجا. هذا الديكشنري لحاله،
هاي زيدوا على كل كلمه رقم عاد بعرف قديش بدها بايت الرقم يعني لا لا بايت هذا اكثر من بايت رقم بجوز ورد بجوز ورد بجوز هاي الكلمه وردت بالمليون بالمليون دكم فقد يكون من واحد من ست ما هو من صفر الى ايش من صفر طبعا من واحد الى مليون قضيف 300 ميجا زائد تكلفة هذول بعدين البوستينجز نايمة بدها يعني الليست اوف دوكيومنتس طيب فاي امبلمنتيشن لانفورميشن ريتريفال سيستم وي نيد تو نو هاو دو وي اندكس افيشنتلي هاو ماتش ستورج دو وي نيد بنكرر بناء عليه ان نحطه في الديسك ولا في الذاكرة وعلى فكرة مرات إذا ذاكرة كبيرة لسيرفر كبير أو بيكون ال بيكون ال يعني سيرش سبيس تبعنا الكوليكشن مش كبير كثير قد يكون يكفي يعني. Well جوجل بالمناسبة ما بتلحق وتكتب جامعة مير زيت وتحط انتر قبل ما تحط انتر لا يجي الريزلت ها واو شو سرعة وبالمناسبة هلا هو بقولش كل انه خزناتنا على ديسك ولا بجوز يبقى حرف الاتش مخزن في 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 بسميه فارمز مزارع سيرفرز مش سيرفر واحد مخزن الداتا مزارع ايش يعني مزارع؟ يعني عدد ضخم عدد ضخم من السيرفرز بيكون هون وعدد ضخم من السيرفرز بيكون هون بجوز الكلمات اللي بتبدا بالاي موجوده بفارم مزرعه سيرفرز والبي على فارم ثاني يعني اول ما تتصل على طبعا على يعني السيرفر الاساسي اللي بيستقبل منك الكويري بس بقول فلان يجاوبه يعني المزرعه الفلانيه تجاوبه شي الدوكومنتس اللي فيها كذا 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 ها طب استاذ بدي اسالك هلا انا احسن من كريس ولا الماتوركس اللينك ليست هاي والميتا اللي استخدمناها هنا انت شو رايك؟ انا حاسس انه ميتا بتقدر تخزنها ببيت واحد يعني واحد بيت واحد طيب وعمليه السيرش تبعت الريتريفر تبعتها لحظه 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 اعطيني دوكيومنتس اللي فيها قيصر وبطرس اوائل هون فيش قيصر ولا في قيصر وبطرس يلا اعطيني في أي وحدة من الماتريكس؟ هون. هون بس. اللي فيها كيسار. بمسك. كيسار كيسار. ويل أنا جاي لهي. بمسك يونت. شافي كوير بروسيسنج وذ أن إنفيرتد إندكس. خليها خلي سؤالك اللي هو اللي بدنا نقيم عليه. هلا أعطيني الدوكيومنت هاي. أعطيني الدوكيومنت اللي فيها كيسار وماتريكس. كيسار وبطرس. لو عندي أنا هاي المثال طوالي. هاي على فكرة مش بروح ادور فيه لما بدي كسر وبطرس ما انت بتعرف مش خدته داتا بيس؟ طيب هذول المرتبات على الترتيب الابجدي؟ على طول بروح مباشرة عمو طوالي بطول واحد واثنين بعدين اللي فيهم كيسر سوري هاي اللي فيها بطرس واحد واثنين واللي فيها كيسر واحد واثنين فبطول هاي بطول هاي بعمل ميرج اذا ان عندي بس باخذ انترسكشن تشيك وبحطه بس سريع لهاش اي شغل هذيك بدها حسابات لا شو حسابات انت بتفوت على الماتريكس وبتجيب اللي في الكيسر والبطرس بتجيب الدكتور عشان تعمل الان مليون رو مع مليون رو مش باينري عندك مليون عندك مليون مزبوط كل رو سوري كل رو في مليون كولو انه عدد الدوكيومنت مليون كولو مزبوط عشان تطوليهم وتحطيهم الطول اللي بعدها وتحطيها وتعمل الان بس هاي استاذ بتوعي زهرتش سريع لا 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 بس مليون تحكميش على 32 بيت انت مليون بيت مره واحده تشيك تشيك بدك تعملي لهم ام والستورج تبعهم اكثر بكثير هناك بلى ولا مره لا مش ولا مره كيف شو هناك تخزن بت واحد هون بتخزن رقم هون اذا وجدت الكلمه
وايش الدوكيومنتس اللي تخزن فيهن هاي المليون مره ايش الحل؟ طب هنا بيت واحد بتحط واحد كل الهات كل عقد كلمه مليون لا انت معلش 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 انت بتقولوا ايش هون بيطلع لنا 500 الف واحد صح ايوه كدنا بال 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 تيرم دوكيومنت بعدين هون بيطلع عندي مليون يعني احسب كل يعني 500 الف رو مليون كول مليون واحد كول اضافه الى انك رقم مليار بدك تخزن انت بتخزن شوي 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 اذا 500 الف ضرب مليون بيطلع قد ايه قلنا 500 تريليون ولا 50 ولا 5 تريليون 500 تريليون لا 500 تريليون 500 مليار ايش بيت لا هون مش بيت بحكي لك اه بيت هناك بيت تقريبا طيب تقريبا انت عندك اسماء ما بيستاذ عسير عندك اسماء واشياء بيخزن كل شيء في المدري اذا بده يمشي عليهم 500 تريليون هلا المشكله كمان بالاسترجاع عندك الفريكوانسي هناك اه ده بقى حسب بيه شو بتلزم الفريكوانسي كيف بدك ترتبه شو الرانكينج على الرانكينج يعني احد طرق الرانكينج الاكثر ورودا فيها كلمه فيها الكلمه هي اللي برجعها يعني بحطها اول شيء طيب فاذا اخذنا هون نفترض انه كنا عندنا كوليكشن ثاني هاي الليست اللي فيها بطرس وهاي اللي فيها قيصر هلا اذا بدي ام بينهم شو بدي اساوي؟ تساوي ميرج باجي بتطلع باخذ اول واحد من هون طلعوا على شو الميرجنج الجوريثم شيء الميرجنج الجوريثم هون كثير سهل اسهل مثلا من هناك شو هو؟ ستاندرد اخذ اول واحد فيها اثنين ثانيه فيها ايش؟ واحد او يعني مش اثنين بمشي تلقى اثنين اذا لقيت اثنين واثنين برجع ما نتكلم على اللي بعده موجوده فبمشي هون برد امشي هون بمشي هون يعني مرتبات يعني قصدي اقول شخدت اثنين خلص برمي واحد سوري هاي وهاي وهاي برميهم نعرفهم مرتبات بردش اعمل كل مره سكان فانج على أربعة شو هلا ظهر هون؟ ثلاث مات؟ لا باجع على خمسة لا ملكيت هاش بوك معناته هذول الثلاث برميهم صح؟ ثمانية لقيتها؟ لا لقيتها برجع 16 لقيتها؟ هاي لا بمشي تألك إشي بيقرب لل 16 تحت ال 16 21 معناته وين لحظة شوي لحظة شوي بلكي 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 في 21 قدامها برمي 13 و16 عملية بدور 32 في هون لا هاي لا هاي لا هاي لسه فبرمي هاي وبرمي هاي فبرجع عندي الاثنين هذول على السريع يعني الفانكشن كثير موجود الالجوريثم هلا كم الكومبلكسيتي تبعت الميرج الجوريثم ها اللي هي عدد الاكس وعدد الواي اوبريشنز ما الماكسيمم يعني الكومبلكسيتي تبعت الميرج الجوريثم اللي حكيت شرحته اللي هو ها قديش هي اكس زائد واي لينير لينير ها وبالتالي ليش لينير لانهم مرتبين على فكره لو مش مرتبين بدي اخذ اثنين وفرهم كلهم بعدين اربعه وفرهم كلهم شفتوا ليش لما جيت ابني الاندكس بطلعهم مرتبين طيب هذا الالجوريثم هلا نيجي ناخذ طب انا افرض انه انا عندي يا استاذ دورت على يونيفرسيتي على بيرزيت على بس اذا بدي بيرزيت يونيفرسيتي كيف اسوي؟ شو الاقتراحات تبعتكم؟ يعني بدي فريز مش كلمه بتشوف الدوكيومنت اللي فيها بيوزيت وفيها يونيفرسيتي مع بعض مع بعض يعني قصدي شو يعني؟ ان؟ لا هي مش هيك لا مش هيك
انه توكنايزر بأخذش كلمة كلمة يعني إذا بدي أدور على ستانفورد يونيفرسيتي ها so we want to be able to answer queries such as Stanford University as a phrase. Thus, the sentence I want, I went to university at Stanford is not a match. انتبه. شو يعني؟ يعني أنا بدي Stanford University مش بدي University at Stanford. هيك المقصود. ها؟ هلا ها شو بدي اساوي اذا هذا اللي هو الاندكس تبعي اللي هو عند التيرم والديكومنس اللي فيه مظبوط شو اساوي دائما حكيت اماني التيرم ببطل كلمه كلمه بصير كلمتين كلمتين اللي بنسميه باي ويرد اندكس هاتوا نفحص هل هذا الكلام ممكن ولا مش ممكن الباي ويرد اندكس اندكس يعني باخذ كلمتين كلمتين مثلا عندي فريندز رومانز كانتري مان هذه كيف بجزئها فريندز رومان رومان كانتري مان بعتبر هاي كلمه او هاي توكن وهاي توكن يعني في الدكشنري بحط هاي زي ويرد وهاي ويرد واضحه جدا سهل كل واحد منهم تاخذ انتري في خلاص بعملها هيك. طب بلكي 3 وين؟ باخذ 3 بضيف كمان 3 يعني longer phrases can be processed by breaking them down into مثلا عندي Stanford University Palo Alto بقسمها قسمين او بدور على يعني قدامي حلل يا بقسمها لثلاث يعني هاي بعتبرها كلمه وهاي بعتبرها كلمه طب يجي واحد يقول لي طب اربعه قسمها لاربعه هلا هذا الكلام عشان ما طبعا باخذ سبيس ضخم جدا قدرنا نحله بطريقه اخرى لما بدك تدور على هاي بديش اخذ زين اربعه بعيش راح ادور بدور على هاي اند هاي اند هاي هلا بيطلع عندي اشياء ملهاش دخل يعني برد يعني انا بدي بدور على الدوكيومنتس اللي وردت فيها هاي الجمله هذول الاربع كلمات مع بعض بس اذا انا رجعت هذول اند هاي اند هاي ممكن يكون دوكيومنت ورد فيها هذول الكلمتين ورا بعض في مكان ما وفي مكان ما اخر ورد هذول وفي مكان ثالث ورد هاي الحالة منفصلات عن بعض ترجع هذول بنسميهم فولس بوزيتيفز يعني نعتبرهم بوزيتيفز بس هم فولس ها شو رايكم اذا ما زبطش حلك يا امل انا عندي اقتراح اخر وسوري هاي هذا بس عشان قلنا ليش طريقة الماضي تنفعش لأنه في عندنا فورس بوزيتيفز لأنه في عندي الديكشنري بيطلع حتى الباي ويرد بيطلع ضخم جدا ها هذا مش براكتيكال أو ستاندرد سوليوشن لستعمل سيرش انجنز الستاندرد سوليوشن لستعمل سيرش انجنز از ذا فولوينج هذا عامل هيك تسوي سيرش انجنز المودرن سيرش انجنز انه انا مش عندي التير وكل وين الدوكيومنت اللي مشت فيه بس كمان عندي هذا التير في الدوكيومنت هاي كان هو بوزيشن 1 ورد في واحد وفي بوزيشن 2 وبوزيشن 3 وبس شو يعني وين في الدوكيومنت ورد هذا نصري اذا عندي بدي اعرف هاي الدوك هذول الويرد باخذ الدوكيومنت اللي ورد فيها انا بتذكر انه الانفيرتد اندكس كان عندنا ايش الكلمه وين الدوكيومنتس اللي وردت فيها مظبوط انا مش بس انا بسجل الدوكيومنتس اللي وردت فيها والبوزيشنز تبعت هاي التيرم في الدوكيومنت في عندنا مثال يعني في عندنا الويرد بي
كده مره وردت في الكوليكشن تبعتنا؟ عدد المرات اللي وردت فيها بشكل عام؟ 6. كده مره وردت بكل الدوكيومنتس الفريكوينس تبعتها؟ 90,400 مثلا مليون مره. في اي دوكيومنت؟ واحد 2 و4 و5. طيب وين في في دوكيومنت واحد وين وردت؟ في موقع 7 او موقع 8 يعني رقم الورد في الدوكيومنت البوزيشن تبعها 7 و18 33 72 82 31 100. هذا which of documents could contain to be or not to be. افرض انه عندي فريز هيك فريز to be or not to be لازم يكون الفرق بين البوزيشنز. يسلم فهمت. 1 2 3 4. بدل هلا بحسب حسابيا انه هاي في الكويري اجت هون في مثلا نسميها ith position ال-B plus 1 ها 2 plus 2. هيك ف for phrase queries we use merge algorithm recursively at the document level. بنعدل شوي صغير على المات algorithm اللي خدناه قبل شوي. But we need we now need to deal with the more than just equality. يعني بدنا إذا مثلا if we look for Bir Zeit University then if Bir Zeit 87 في document واحد 87 لازم يكون 88 then university لازم تبقى 88. يعني هذا مثال to be or not to be. هاي في document 2 التوب وين في دوكيومنت 2 ولا في 4 وفي 7 نون هاي هيك تو وردة في 2 و4 و7 والبي في 1 و4 و5. هلا الميرج الجوريثم 2 في عندنا دوكيومنت 2 محاها ومحا هاي 4 وردة موجوده طيب في المكان 8 وردة في 8 هناك 17 لا في بعدها 9 لا وردت في 16 في 17 في 17 اذا هاي ماتش. طيب 190 191 429. ديروا بالكم هاي وردت في مكان بس ما وردت يعني البي وردت في مكان بس وكانه بكاش قبلها بس صح هيك. واو صرنا نعالج الفريزز. كيف سيرش انجن تشتغل؟ هيك بتكتب هذا هيك المودرن سيرش انجن تشتغل. هلا ناخذ بس في عندنا ناخذ انتو سلايدز عن فكره البوزيشن اندكس بنسميه بوزيشن اندكس سايز يعني مو السايز تبعه. طبعا بيكبر حجمه اذا بخزن البوزيشن بس بدي اقول لكم اياها برضه في افكار بناخذهاش احنا في هاي الليكتشر. في افكار بنسميها للكومبريس تبع السايز تبع الاندكس. بوزيشنال اندكس از ناو ستاندرلي يوزد بيكوز اوف باور اند يوزفولنس اوف فريز اند بروكسيميتي ويرز. يعني صراحة لا بدنا نخزن باي ويرت ولا تراي ويرت ولا 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 هيك الانفرتد اندكس مع البوزيشنز يعني مفيد جدا. لو حدا سأل يعني هاي بس هيك يعني معلومات انه بوزيشنال اندكس قديش مقارنة مع اللي بيجي فيه بوزيشن بالحجم تقريبا قديش مو احنا براكتيكال كيسز تقريبا قديش اكبر نكون من مرتين لاربع مرات براكتيكال اكبر من اللي فيش فيه البوزيشن. بوزيشنال اندكس سايز هو يعني لو اخذنا الفوليوم الاوريجينال تكست قديش حجم الاوريجينال تكست يعني كنا هناك مليون دوكيومنت قديش كان حجمهم 6 جيجا مليون. قديش مثلا نعمل بوزيشنال اندكس تبعهم بدك حجمهم من 35 ل 50% من 6 جيجا يعني 3 من 2 الى 3 من 2 ل 3 جيجا بايت بكون حجم الاندكس.
هذا من هاي المعلومات بحكيها صاحب السلايدز عن تقريبا الانجليش لايك لانجويج بس ما توقعش انه الامور تختلف كثير انا وين في انا تو سوليوشن اللي هو اني اخزن هل اخزن باي ويردز يعني الغي فكره الباي ويردز من مره ولا يعني في عنا تو سوليوشنز سولوشن تبع اماني شو هو سولوشن تبع اماني كان انه الباي ويردز او تراي ويردز مظبوط والسولوشن الثاني اللي اخذناه البوزيشنال اندكس لو جينا نقارن في بعض sometimes it can be combined. نعم. إذا كان بير زيت يونيفرسيتي السلطة الوطنية في كثير مصطلحات كثير تتكرر. هذول ممكن أحكي يعني معنى آخر ممكن أضيفهم على الديكشنري تبعي. يعني بعض الباي ويردز يا جماعة هيك بدكم يا بعض الباي ويردز تقدر تضيفها على الديكشنري. مش كلها لانه الباي ويرت اللي خزناها بيرفكت او حتى ثري وتراي ويرت يعني بس المهم انه باخذش كل شيء باخذ بعضهم يعني وين الوضع بيكون مفيد باخذه وبحطهم فبعمل كومبينيشن لاثنين وهذا في اي سؤال في اي سؤال على المادي فيش أي سؤال؟ طيب أعطيكم العافية.